بعدما حصل من سوء فهم حول التجاوز الحاصل من قبل بعض المندسين على هيبة القضاء العراقي في محافظة ذي قار في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت لمساندة أم الشهيد إيهاب الوزني أمام دار القضاء، عوائل الشهداء يعتذرون ويرجون الإسراع بالكشف عن مصير قتلة أبنائهم. الرحمن الرحيم. بيان. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. نحن مجموعة من عوائل شهداء تشرين الخالدة وثوار ساحة الحبوبي، نود أن نبين ما يلي: إن هذه العوائل الكريمة قد خرجت بوقفة احتجاجية أمام رئاسة محكمة استئناف ذي قار يوم الثلاثاء المصادف 22/6/2021 تضامناً مع والدة الشهيد إيهاب الوزني. وكانت مطالبنا تحقيق العدالة بالقصاص من قتلة الشهداء وكشف مصير المغيبين وإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين. وقد خرج إلينا السيد القاضي المكلف بملف تحقيق قضايا شهداء تشرين وطلب منا دخول مجموعات مصغرة من عوائل شهداء التظاهرات وثوار تشرين، وتمت المقابلة مع السيد رئيس محكمة استئناف ذي قار. وكان هناك عتب شديد من قبل عوائل الشهداء فيما يخص تأخر إنجاز التحقيقات الخاصة باستشهاد أولادهم، ونظراً للحزن والألم الذي تعيشه عوائل الشهداء الذين فقدوا فلذة أكبادهم إحياءً لكلمة الحق وردع الباطل، حدثت بعض المشادات العفوية الغير مقصودة والتي لا تستهدف النيل من سمعة ونزاهة القضاء العراقي المعروف بمواقفه الوطنية لنصرة المظلومين. وإننا في الوقت الذي نلتزم فيه في السلمية لتحقيق مطالبنا المشروعة نود أن نقدم للسلطة القضائية في محافظة ذي قار والمتمثلة برئيس محكمة استئناف ذي قار وكافة قضاتها وموظفيها تأكيداً على احترام سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم التجاوز على المؤسسات القضائية وعدم السماح للمغرضين والمندسين باستغلال الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تعيشها عوائل الشهداء للتصيد بالماء العكر لإثارة الفوضى في الوقت الذي ندعو فيه الجميع لمساندة حقوق شهداء ثورة تشرين، ونثمن دور كافة السادة القضاة للجهود المبذولة في إكمال التحقيقات الخاصة بشهداء تشرين. ونحن على ثقة بأن القضاء هو الملجأ الأخير للمظلومين لتحقيق العدالة، والله ولي التوفيق. عوائل شهداء تشرين وثوار ساحة الحبوبي، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق.